الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اسمحوا لي في البداية أن أنقل لحضراتكم تحيات وتقدير معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وتمنياته لهذه الدورة المباركة بالنجاح وللقائمين عليها بالتوفيق، وخالص دعواته الصادقة بأن تكون هذه الدورة أحد الدعائم الرئيسية في صقل مهاراتكم وسببا في نشر صحيح الدين في ربوع الدنيا من خلال منصات التواصل الاجتماعي. السادة الحضور، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا هنا في أكاديمية الأوقاف الدولية وانعقاد دورة التصوير وصحافة الموبايل وأساسيات كتابة الخبر الصحفي والفرق بين القوالب الصحفية. وللعلم، هذه الدورة من الدورات المتخصصة والخاصة، حيث وجه بها معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحظى بعناية واهتمام كبير من سيادته، ويحاضر فيها نخبة من السادة الإعلاميين والصحفيين ومخرجي البرامج التلفزيونية ومدرب المالتي ميديا، وعلى رأسهم الأستاذ عادل عبسوي وكيل وزارة الإعلام الأسبق، والأستاذ خالد المطعاني رئيس القسم الديني بجريدة الأهرام، والأستاذ أحمد الجنيني المخرج في قناة دي إم سي، والأستاذ عمر عبد الناصر مسؤول صحافة الموبايل والمالتي ميديا في قناة إكسترا نيوز، والأستاذ محمد النجار رئيس تحرير بقناة الحياة. وفي البداية وبإطلالة سريعة، أحب أن أشير إلى أن الدورة تهدف إلى تزويد المتدربين بكل التقنيات والمهارات التي ترتبط باستخدام الهاتف الشخصي للتصوير والفيديو، وهو ما يسمى بصحافة الموبايل، وذلك تماشيا مع المستجدات والمستحدثات، حيث أن الهواتف في عصرنا الحاضر استخدمت ككاميرات تصوير وفيديو بما لها من تقنية حديثة تؤهلها للتصوير بجودة عالية، كما يستطيع أي شخص بواسطة هاتفه الشخصي التصوير أو عمل فيديو لعرضه على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن هنا أصبح الهاتف الشخصي وسيلة مهمة ومتطورة لنقل الخبر بسرعة ويسر. وتهدف الدورة إلى إمكانية تحويل الهاتف الشخصي لأداة شبه احترافية لتنقل الخبر المصور بفورمات وكالات الأنباء الدولية والقنوات الإخبارية العالمية، وذلك لأن صحافة الموبايل واقع معترف به مهنيا. كما تهدف الدورة إلى تمكين المتدرب وتنمية مهاراته في صياغة وتحرير الخبر الصحفي وتعلم أساسيات التقديم التلفزيوني. وستقوم هذه الدورة على عدة محاور، منها كيفية التصوير وتسطيب الموبايل والاهتمام بوضعية الموبايل عند التصوير وجودة التصوير وأساسيات التصوير، مع توضيح إمكانية عمل المونتاج وكيفية اكتشاف الحس الإخباري لديك وتنميته وتعلم قواعد تصوير التقارير والفيديوهات للسوشيال ميديا وطرق تصوير وبث الأحداث الحية مباشر على مواقع السوشيال ميديا وصناعة الفيتشر، مع إمكانية وكيفية تحرير وطرق المونتاج، مع بيان وشرح إمكانية الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي كتطبيق شات جي بي تي في السوشيال ميديا. وأيضا ستركز الدورة على أساسيات التقديم التلفزيوني وكيف تكون مراسلا ناجحا، وكذلك عناصر الخبر الجيد وأنواع الخبر، مع توضيح كيفية تحرير وكتابة الخبر وبيان قوالب الخبر والفرق بين الهواية والاحتراف، بالإضافة إلى التعريف والتوضيح والشرح المفصل والتدريب من خلال ورش عمل عقب انتهاء الدورة. ونأمل من خلال الدورة أن نضع السادة أعضاء المركز الإعلامي والمنسقين في المديريات على الطريق الصحيح، والحصول على نتائج أفضل في مجال تحرير الخبر والتصوير والتقديم، والحصول على نتائج أفضل في كل مجال خاصة صحافة الموبايل. وسنسعى من خلال هذه الدورة إلى التوجيه الأمثل، مع الإصغاء والاستماع إلى ما لديكم من رؤى ومشاركتكم في الحوار وطرح كل ما لديكم حتى نرتقي سويا، كذلك رصد الإشكاليات التي تواجهكم حتى نعمل على إزالتها، مع العلم أن هذه الدورة لن تكون الأخيرة وإنما هي البداية، وستتبعها دورات متكررة. ونحن على ثقة بأن آراءكم ستسري هذه الدورة، ونتطلع إلى مناقشات بناءة ومثمرة. وأؤكد لكم مرة أخرى أن كل ما ستطرحونه من أسئلة هي محل اهتمام.